أعزائي مشاهدي برنامج مع بيلي والشاذلي، عودا حميدا لجلسة فضفضة داخل برنامجنا. نحب نرحب معاكم النهاردة بدكتورة آية العاصي، أخصائي نفسي وإرشاد تربوي. دكتورة آية، نورة الدنيا، عاملة تسلم. إيه؟ الحمد لله النهاردة بقى تمام. معانا فقرات اللي هي الجميلة، عودا للحاجات الكتالوج العلاقات بتاعنا الجميل. حابب كده يعني إيه إن البداية النهاردة تبدأ نسائية كده منك. ازيك يا دكتورة آية، الحمد لله، وشرفتينا الحمد طبعا في لله البرنامج. حبيبي، تسلمي لي. الدكتور محمد نوه ان احنا هنتكلم عن الشخصية النرجسية. مظبوط. على حسب ما احنا قرينا وعرفنا، بس طبعا حضرتك متخصصة في المعلومات ديت، بس هناخدها منك. بس انا هنقول حاجة بسيطة، بس احنا عارفين اتفضل. ان الشخصية النرجسية ديت عبارة عن بيحب نفسه قوي، بيحب مظبوط الظهور، ما بيحبش يعترف بغلطه. تمام. مظبوط تملي بيقول لك بيقلب الترابيزه، يعني بيحب كل الموقف ده يقلبه لصالحه هو. طبعا مظبوط. انا مش هفسر بالظبط زي ما حضرتك هتفسر لنا، بس عايزين نعرف الشخصيه النرجسيه. هنتكلم عن الاول من ناحيه الزوج. الزوج النرجسي ايه هو؟ احنا لما بدأنا كتالوج العلاقات في حلقات سابقة مع دكتور محمد، او في عموم جلسة فضفضة، كنا دايما بنحب نسأل الناس انتوا تحبوا تتكلموا عن ايه. تمام. فرقم 3 في التصويت كان التصويت للشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية هي ببساطة كده هو الشخص، خليني وانا هتكلم هكون بتكلم بصيغة ذكورية، مش معنى كده التحفظ ان مفيش سيدات عندهم النرجسيين يعني، ولكن انا دايما همنشن له في هيئة الذكر يعني. تمام. هو الشخص اللي حاسس ان هو محور الكون. عندنا في مجال علم النفس بنسميه دايما ان الشخص ده عنده الانا بتاعته عالية قوي، جدا. مش مفترض ان يكون في حد موجود في الدنيا غيره. الحد ده مهتم جدا بنفسه، يحب الظهور جدا، يعشق عبارات المدح والإثناء عليه. وكمان هو معترف بيه انه شخص واثق من نفسه زيادة عن اللازم. طب هل كل الناس الواثقة في نفسها هي ناس نرجسية؟ لا طبعا، في فرق كبير جدا بين الثقة وبين النرجسية. النرجسية هو عدم سواء، ممكن جدا يكون شخص سوي او اقرب للسواء، ولكن يكون واثق جدا في نفسه، معتز بنفسه، مهتم طاووس، بنفسه. الطاووس حاسس ان هو اوفر كواليفاي على اقرب طول. وصف للشخص النرجسي. وزي ما دكتور بيري قالت، الشخص النرجسي دايما بيحب يحس انه يا ارض نهدم عليك ادي. الزوج النرجسي من اصعب انواع الشخصيات. الزوج او الزوجه، الطرف النرجسي في العلاقه عموما هو مؤذي ومؤلم للطرف الاخر. تمام. انا عرفت كمان ان الزوج النرجسي ممكن يبقى فيه نسبه كبيره ان هو متدين، بس للاسف ما بينفذش كلام الدين. تمام. يعني ما معناه ممكن يوصل لمرحله ان هو يحرم مراته من الصله باهلها. تمام. ممكن يوصل مراته ان هي لا ما فيش خروج، لا الكلام ده كله، لان علشان ما تعرفش مساوئه او ما تنقلش المساوئ بتاعته. بغض النظر عن الصبغه الدينيه او الصبغه السياسيه او الصبغه الاجتماعيه اللي بيستخدمها النرجسي في وصف نفسه، او في بيحط هاله من التحكمات والموانع حوالين الضحيه، لانه هو مش عايز يكون في حياتها حد غيره. انا مش عايزك تشوفي حد غيري، مش عدوان للاهل ولا عدوان للصحاب، بس زي ما قلت لكم هاشتاج كلامنا النهارده على ان انا مركز الكون. انا مش عايز يكون في حياتك لا صديق، عارفه الكوميك المشهور، لا حبيب ولا صديق ولا صاحب، مش عايز يكون حد في حياتك غيري. تهتمي بيا، تديني كل حاجه، ما تعمليش حاجه من غيري. انا محور الكون. لدرجه ان في بعض الاستشارات النفسيه اللي كانت بتجيلي من ضحايا الشخصيه النرجسيه كانوا بيمنشنوا حاجه مهمه جدا، ان ثقتهم في نفسهم اهتزت جدا بعد العلاقه مع نرجسي. ايه ده، شكل شعرك مش حلو خالص، ده انا حابب اقول بالظبط هدومك مش لحضرتك حلوه النهارده، تملي ينتقد، على ناقد حاله جدا. فعليا كانت موجوده، اتفضل. اللي هو كان يوميا بيصبحها كده الصبح، انت مش عارفه انت متجوزه مين، مظبوط، انت مش حاسه انت معاكي ايه نعمه، بص انا حلو ازاي، وانت وصلت لدرجه المقارنه الجماليه. فلو عايزين نديلها مدخل كده ازاي، ويعني احنا بعد ما وصفنا يعني حضرتك استفدتي في وصف الحاله وفي وصف التفاصيل بتاعتها، وان احنا خلاص قدرنا نمسك طرف الخيط، ان احنا عرفناك انت شخصيه نرجسيه،
انت شخصيه طباعك بالشكل ده. طيب في حاله عدم التمكن من ان احنا نفصل العلاقه خالص معاه، ايه هي بقى ايه السلاح الخفي؟ حاجتين مهمين جدا باكد عليهم دايما في التعامل مع الشخص النرجسي. اول حاجه عدم المواجهه. تعال نتخيل السيناريو ان انا النهارده حضرت سيشن مع دكتور ايه او مع غيرها من الدكاتره الافاضل، وعرفت ان نمط البارتنر بتاعي او نمط شريك حياتي شخص نرجسي. تعالي نتخيل كده السيناريو. هتروحي تقولي له انا عرفت انك نرجسي، انت متخيله بعقليتك ان هو هيقول لك طب برافو انت فهمتيني؟ لا طبعا، عمره ما هيعترف بنرجسيته دي. فاول حاجه المواجهه مش طرف مفروض ان احنا نعدي عليه خالص في العلاقه مع نرجسي. اقوى سلاح ضد النرجسية هي التجاهل. واحد شايف نفسه مركز الكون، بعدين هيلاقي ان الطرف التاني مش شايفه، انت مش موجود. انتوا عارفين ان النرجسي ده فيه جزء نفسي ان هو حرفيا منفصل عن شخصيته الحقيقية. عنده جاب كبيرة جدا ما بين انا شايف نفسي ايه وانا شايف الناس من فوق زي ما بيقولوا انا في مكان تاني غير الناس، والناس شايفة بحاجة. الفراغ النفسي اللي موجود جواه ده بيحاول يملاه او يعوضه بما يسمى بتصرفات الشخص النرجسي او الحمايه الزايده اللي بيفرضها على الطرف الاخر. تمام. في حاجه كمان انا ببوصي بيها الناس اللي بتتعامل مع الشخص النرجسي، انا وصيتكم بحاجتين، التجاهل وعدم المواجهه. الحاجه الثالثه اللي بوصيكم بيها الثقه بالنفس. معظم الناس اللي بتدخل في علاقه مع نرجسي بتخرج من العلاقه منتهيه نفسيا، وزي ما دكتور محمد قال لو الانفصال الفعلي مش هيقدر يتحقق في العلاقه دي، الانفصال الجسدي مش هيقدر يتحقق، فانت مفروض تفصلي نفسك نفسيا وروحيا عن التاثر بمخاطر الشخصيه النرجسيه. ازاي بقى نعمل الحمايه الذاتيه؟ صح؟ في حاجه هنا نقطه برضو حضرتك بتقولي الانفصال، يعني احنا ممكن نكون عايشين مع بعض وانا عارفه ان هو نرجسي تمام، بس هتجاهله، هل هو هيديني فرصه ان انا اتجاهله؟ انت بتقولي ان هو بيحب يمتلك الكون وعايز اللي معاه دي تبقى بتاعته هو وخاصه ليه هو وكل حاجه، لما الاقي البني ادمه اللي قدامي دي متجاهلاني هل هو هيسيبها كده بسهوله؟ التجاهل، ودي بقى حاجه سبحان الله يعني ممكن تكتشفوها بعد سنين كتيره جدا في مرحله النضج، بنكتشف كلنا سواء احنا رجاله او ستات ان التجاهل ده ممكن يكون سياسه تعامل غير معلنه. يعني مش مفترض ان انا وانا بتعامل مع الشخص النرجسي ان انا في يوم وليله ابدا احسسه ان انت مش موجود اصلا في الدنيا، انت مش موجود اصلا في حياتي. التجاهل هنا المقصود بيه تجاهل الرسائل المتعمده اللي بيرسلها النرجسي ليكي. تجاهلي انتقاداته المستمره للشكل والمظهر، تجاهلي انتقاداته المستمره لمستوى التعليم، تجاهلي انتقاداته المستمره ليكي في تربيه الابناء، ودي اكتر حاجه النرجسي بارع فيها. بياخدها مدخل. انا عايز ولادي يطلعوا احسن ناس مش علشان الولاد، علشان يتقال ابن فلان كان مميز، ابن فلان كان بطل، ابن فلان كان ناجح. فالتجاهل هنا معناه مش ان انت تصحي وتنامي وتقومي من النوم تقولي لا هي دكتور ايه قالت ان انا هتجاهل فانا الشخص ده مش موجود في حياتي. بالزبط. لا، تجاهلي الحاجات السلبيه اللي هو بيبعتها ليكي. طيب. تمام. ما تخشيش في حاله التجاهل دي، انا اسف للمقاطعه طبعا، في حاله التجاهل دي هو اكيد هيدور هنا على حد تاني يفرض عليه نفس السياسة اللي كان بيفرضها على الشخصية اللي طبعًا هو طبعًا كان بيتعامل معاها خلال الفترة اللي فاتت. أنا راجل برضو وفاهم، يعني أكيد أنا شايف دلوقتي اللي قدامي مش قادر أسيطر أو مش قادر أحط نفس الفروض. بيقول لك كمان إن الرجل أو الزوج النرجسي لما بيلاقي إن فعلا إن مراته اللي معاه بدأت فعلا تتجاهله او بدات خلاص لا تفضى على السياسات اللي هي اللي حاططها، مش هي دي اللي هو عامل عليها حصار، لا دي بدات تنسحب من ايده، فبيرمي شباكه على ضحيه تانية. بيستخدم سياسه قلب الترابيزه. انا دخلت في علاقه جديده لان انت مش عطياني. بص احنا بنقول اللفظ على النرجسي مشهور جدا ان هو غذائه الروحي من انتقام، غذائه الروحي من التلذذ بان هو يشوف الضحيه بتاعته قدام. انا متلذذ ان انت طول الوقت شايفك بتفضلي تاخدي كورسز مثلا عشان تعلي في التعليم، او بتفضلي تعملي عمليات تجميل، انت بتعملي مجهود عشان ترضيني. ده بيفيدنج الانا بتاعته بنسميها كده. فالشخص النرجسي هيستخدم سياسه قلب الترابيزه.
هيجي يدور يدخل في علاقه تانية. فلما الزوجه مثلا تواجهه، طب انت دخلت في علاقه، ما انت مش مهتميه بنفسك، انت مش شايفه نفسك عامله ازاي، انت مقصره في حقي، انت الست الذكيه اللي لو في حياتها شخص نرجسي من الدرجه اللي ممكن اتعامل معاها، والنرجسيه درجات، في درجات من الاضطرابات الشخصيه، بقول لك انت لو قابلتها خد ديلك في سنانك واجري، او حتى سيب ديلك زي ما كان دكتور محمد طه بيقول. وفي جزء من الاضطرابات قابل للتعايش. طب ايه المعيار الفارق ما بينهم بالظبط؟ الاهانه معيار فارق جدا في الشخص النرجسي. ممكن يكون شخص نرجسي بس محافظ على كرامه الطرف الثاني اللي موجود معاه في العلاقه، ممكن يكون شخص نرجسي وما بيعملش ده. فانا ما بعرفش اقول لحد خد قرار بالانفصال قبل ما تحاول معاه. احنا لو فضلنا ماشيين بمبدا الوسائل العلاجيه اللي هو ان احنا ممكن هنعمل يعني ايه في حياتنا؟ احنا ممكن يعني انا شفت كذا حد مثلا سبيشاليست شويه في الجزئيه دي، فبيبتدي ان هو ممكن بيستخدم اطراف اللي حوالين الشخص في محاوله علاجه، خصوصا ان هو اكيد هيرفض الاتجاه للاخصائي، اكيد هيرفض الاتجاه لدكتور، اكيد هيرفض المساعده من اي حد، لان هو انا العليا عنده. هقول لكم مفاجاه غير متوقعه. الشخص النرجسي اللي على درجه متوسطه من الاضطراب لا يشعر به الاخرين. يعني هتيجي الست، او مش عايزه اقول الست زي ما قلت لكم، هيجي الفرق الضحيه تمام، تشتكي لحد بره العلاقه من الشخص ده. هتلاقي الجمله الاكثر انتشارا، ده بلسم، ده ملاك، ده يا بختك بيه او يا بختك او يا بختك بيها. الاضطراب اللي واصل للناس هو الاكستريم من الشخصيه النرجسيه، هو الحد اللي وصل معاه الاضطراب لدرجه عاليه جدا، لدرجه ان الناس بقت تلاحظه. تمام، فهمتوا العتبه الفارقه في التشخيص هنا بتفرق قد ايه؟ يعني معنى ان هو لو نسبه النرجسيه عنده متوسطة، صعب حد بره العلاقه يكتشفه. طب ما هو ممكن يا دكتوره برضو الزوج بيبقى نرجسي فعلا في البيت، بس بره مع الناس تانية معامله تانية خالص. ففعلا ليه؟ يعني لانه لقى البيئه اللي بيحقق فيها التارجت. تمام، هو ايه مشكله النرجسي؟ زي ما قلت لكم في بدايتنا، ان عنده جاب ما بين اللي هو شايف نفسه فيه وبين الناس شايفاه فيه. طيب احنا دلوقتي يعني بصراحة أنا عايز أتكلم على جزئية، إحنا دلوقتي شفنا الكبار الدنيا معاهم زي الفل، يعني خلاص وصلوا لمرحلة في خلافات هتوصل أكيد يعني خلاص. طب الصغيرين قول لنا دورك إيه معاهم؟ عالم الطفولة مع عيال عاصي أخباره إيه؟ عالم الطفولة كويس، والكورسات اللي الناس بعتت لي عليها شغالة، وأنا عند وعدي طفلي مبدع شغال، ميجا مايند إن شاء الله هيبقى شغال، كل حاجة الأطفال بإذن الله هي متاحة حاليا أونلاين، لكن بعد الأزمة إن شاء الله هتكون بالتواجد الفعلي، وعلى رقم البيج هتلاقوا كل التفاصيل. الأطفال سبحان الله أنا بشبههم بعجين طري سهل تشكيله. التدخل في الاضطرابات النفسية مع الأطفال أسهل بكتير من التدخل مع الكبار، لان في بعض الصفات ممكن تكون بالمعايشه اكتسبها الطفل وهو ما كانش عنده الاستعداد الجيني على فكره. ودي حاجه برضو ناس كتير بيبقى عندها لغط فيها، يعني الطفل اللي معاشر زوج طول الوقت بينتقد زوجته، بينتقد ام الطفل، وطول الوقت بيهنها او بيقلل من كرامتها. الصوره الذهنيه اللي هتطبع على راسه ايه؟ نفس المعاملة هيتعاملها لما يكبر مع الست اللي هياخدها أو مع شريكة حياته. طيب أنا عايز أقول لك على حاجة. تفضل. الجمهور معاكي؟ معاكي. حجلهم تاني. أكيد. والله يعني هحاول. أنت معانا الحلقة الجاية؟ خلاص احنا هناخد وعد على الهواء دلوقتي من دكتورة آية. بلاش يا جماعة. هناخد وعد من دكتورة آية دلوقتي إن هي هتكون معانا الحلقة الجاية. صدقوني بجد هحاول. المواضيع كتير قوي. وأنا متأكدة إن في رسائل هتجي لنا كتير قوي. أنا متأكدة، والرسائل طلبت إن احنا نتكلم عن الجنسية المثلية كتيرة جدا. بالظبط. فالجزئيتين دول مهمين جدا. فمهم إن احنا. أنت معانا الحلقة الجاية.